بسم الله الرحمن الرحيم. خوشك براين خوش تفي خوشك براين روجيجير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هر جهيك هين بناريو قهدر يا متكن صلاة خد اللبن قل برنامه كني وخلكا كنيش برنامه وبرنامه بريكاناش بركرنا صورة الكهف دعاش خدت كين خدت على شفاعات القرآن برزق ما بكت روجيت ماش ما قبيل كربت وهر خير وبركة قد في رمضان ده خدت على بدست ما بين خوشك برات رزدار. الحمد لله بشكدارت ما يعني جالك بشكداري اكيري جا ام دي تي بينيه كي بيجين بري بتشين برف بشكدارت خوا بتين كودي بشكداري كن جالش بركرنا صورات يعني بري كان صورات كهف او تي بينيه او هر خشكك هر برايك تشكي جالك راستيت خد نويسين مجال نينا ام هندك تاجيل كين هر خشك برا وقت نوت وانا بونمنا افشوا هند خشك برا دين اگر ايك نهاد عذرا که اکید بیشتر یا مقبول ها به درست همشین روزه دیبید بله بارا پتر مجال نینم در خواهد لبورید شوند کین اوی نوی خواهد بنویسید وید بید بشکداریه بکد چنکی هند وقت و هند مجال نینم گل خوشک برای خواه نویسیش برندی از حس کم اوید که نوید خواه نویسی وقتی بیشت فلان شوید دوراتم حس کین بید او یعنی اکید بیشتر غیاباتا نکد چنکی دیجه چه تا که مگوید خوشک برای گل کن خوشک برای رزدار بود چی اف بریکانه ادوی مها پیروز داد و هیوه رمضان پیروز داد مدینا صورت کهف چه نشامد ده صورت کهف چه تیدانه چه خیر و برکت بمرویتید طبعا و اید گلی بین گلک جارا فرمودید پیغمبری صلوات خود سبن که هر کسا که ده آیت دست پیکی یا صورت کهف یا ده آیتش دمایی که صورت کهف بخویند دید پاراستن اش فتنه دجالی و یه توکی دجالی جی یعنی مروفتید پاراستن اش فتنت ظالم او فتنت اوید وی زمانی اوید کو دین مروی شمروی بستینن هر دی سوا پیغمبر صلوات خدا سلام بجد هر کسا که هر روزت عینی است صورت که هف بخینت بجد دی وجا گلک روایت تاتین دی بت رناهی ات نوبرا وی عینی وی جمعه حتی جمعه بیت یعنی نوبرا هر دو کداش وی جمعه حتی وی جمعه نوبرا دی بت بت رناهی بو عقل تا بو دل تا بو علمت ابو مالت ابو قبرت ادب ترناهی یعنی دی پاراستنی و دی سوا هر اویا زمانیه هر دی سوا حدیث اگادی پیغمبر صلوات خدا سلام بجت هر کسی که روزه عینی حتی هم دیزدانو بجت نه الا روزه عینی هم نو برا هر دو جمعه دا بیت خواندنی بس بهارا بتری فرموده تند نه کو روزه عینی بیت خواندنی بجت دی ترناهی نو براوی نو بینا بیت العتیق اوا یعنی مکانیه زمانی جی یا جمعه حتی جمعه مکانی جی فرمودا پیغمبر صلی الله علیه و آله بجد بینه و بین البيت العتیق اوکو مکانیه فرمودا کدی هر یا صحیح پیغمبر صلی الله علیه و آله به هر مدح صورت بقره وش برکرناویت کد یان حتی خواندن نه بش برکرن بجد دبت رناهی نابرا ویو و نابنا عرض عصمنا داده بود رناهی بوی خلاص رناهی یعنی چی یعنی دیت تشتاج یک فرقی رناهی وقت مروف تشتید بینه طاری مروف تشتا نابینه رناهی وظیفه رناهی چه مروف تشتا به فرق کد وجا دبت رنايو كما قودي بهزريت وي بو فكري وي بو عقلي وي بو يعني ريكوي بو قبري وي بو قيامته وي خد تعالى ان شاء الله بر دوام خواندنا صورت كهف و همي صورتا طيبت يا كهف رزق ما بك اجبر كرنا وي كار بي كرنا وي تگشتنا وي ان شاء الله بر خوش كبرا يلكن يلك انا بتخوي نويسين لو ما منبت ام هر خلكك ان شاء الله دهندك بو بحث بوچي صورت كهف محل بجرته که مسابقه بودش همیه یا صورت کهف بود چونکه کردی از وی بیشم پشتین که انشالله خلکت بداده تمام کین چونکه هر انسان که وی گاوه هبد ایکش وان چار فیتنا یت وان چار فیتنا دا وقتی تو صورت کهف بخوینه دش وان فیتنا اپارستنه یا اولی بحث وان گنجان وان لوانه اوید که همی تش بوان وکیت بیشم بردست بی حاضر بی بس سر خاطر عقیده خواه سر خاطر دین خواه وانش کف تا طاری حل بجد بلا نه دینی وان بچد همی کهف همیش کف طاری نه بس صورت کهف تنه تنه بود او رناهی ابو ما ایک فتنه دینی تاوید دینی تاوید پاراستنه هر صورت کهف بخوینه خواب صورت کهف گریده یعنی خواب علمینی خواندنه ویش برکرنه وی تیگه هشتنه وی عمل پیکرن تدبر او انشالله خلقه بید دی بیشن یا دوی فتنه یا چه تشتی یا مالی او جی اصحاب الجنتین تا وید تو بی پاراستنه شفتنا و مالی هر دیسه و خود صورت کهف در شهر ازاب که جبر کرناوی که من گوتیم تدبر و عمل و حتی دمایی که یا سیه
فتنة علمية قالها قلت هاي بجهمه بس أزم خداني علمي أزم عالم سحكي موسى عليه السلام بيغمبري خديها إيك هدف إيك بني إسرائيلي قويا موسى إيك شتا عالم تر هيا زاناتر قلت نظام بس بنا حسما نينن أس بيغمبري خديها خدي تعالى مباشر جلمت أغما كي دي هبت إنا خدي تعالى وكيد بجنا كي غازنده كي عطابة كي لكر قبالي يا موسى يهي وموسى جي تشت حتى وكيف جن تيروك دريجة إن شاء الله خلاك بدي بتشكي هل خلاك هيك تشكي جل خلاك دم عبن ده هندك استراق فين يا دماهي كي قصة ذي القرنين كو أوجب سلطة وجري دايا نه ميجا بسلطة يتخرابين نه هندك جرا هيس يا هيك ويا باشي جبت كارينا نه بله خوش كبرت رزاد دا دريش نمت إن شاء الله ده هندك باشي بحسكين خلاك بيد دا نكيا دي برف بشك دارت خوفة شنو كار خود حسكت أف خوش كبرت في خلاك دي باش داربن ده غازی بچداره ایکی کن درست سعیده تمامن حاضرن بس ده بو بینارو اول تیم شکداری جی دین دیار کردنه کو شلیم جی گل ست منتاج انشالله اوجیت لجنه دا هاری کاره و گل سعیده نبی جی انشالله جی دید گل مبت سعیده نبی صباحو و منتاج شفیق اگر خود حس که فرد کجی یت لجنه ام ده خیراتنا بجداري ايكي كينو ان شاء الله سيده هندي ما سوال اجي بخينن او ديجي هل بجت ان شاء الله دي بخير هاتنا ويكون سيده نبيل كرم ك خير هاتنا يا رب خير هات بجدار بو ايكي دي مدى كرم ك بخا ورقه كي هل بجرا تراك بدف سيده كرم بس خد دنيا سين سيده رئيس بسم الله الرحمن الرحیم نام محمد ادریس احمد جیم 12 ساله از فولاد دهه زانستی من خدا خانم زاخو عمر دریش بیش الله عمر دریش بی بخیر حد سر اصلاب که همش بره؟ بله الحمد لله شبه هده از آنی پشک داری بکی مانه؟ بله سیده بساری تو چه نه؟ جیش سورت هر آیتا سوال ای که؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى بسم الله فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع لقد جئت شيئا إمرا لا هزر خبيا نكرا لقد جئت شيئا نكرا بله قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت دوباره قال ألم أقل لك كبجة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على سرقبة عوضي بخينا تجبرة قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال فإن سألتك بعدها فلا تصاحبني تجاوب بجي قال قال إيه؟ إن سألتك بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر تخالط بجنة أما قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا إيه؟ بس بشكل خالط بجنة تماما ها؟ بس قال لا تؤاخذني بما تدرست بجنة بس عندك تخالط يدي ده قال لا تؤاخذني بما قال إن سألتك عن شيء بعدها قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ساري بيبا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ما دخلت لتين لحن الجلي ولحن الخافي هكذاين حركة عن حرفي خلت كنا ميواساقنين تمام فضربنا أو الضاء فضربنا الضاء تمام ضاد والضاء جيك جدانا معناته الجوهر تمام فضربنا فضربنا الضاد تمام بلى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء واضرب لهم مثل سيد بس دبارك يا دي خوف اخوينا واضرب لهم مثل الحياة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا دبارك فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل حرف ضاد والظاء جدك جديرا حرف التاء الصاد وضاد وطاء أوانا بتهشر بيسر چنكي هندا جرى الرومان تيتا قهريني تمام وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا جزاك الله خيرا عمل دي يجبين إن شاء الله صحتا تخوش دخوز صحيح كتني وتدخوزين جلب خيراتي جلب خيراتي دينو جاجي كرام كين جلب شك دارك ديدري يا الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير هاد برا باريس.
خب دانی یاسین برو نامه من امید چروان صالح جیمن 15 ساله از الفول ده دانستیم گلب خیر هاته برای امید سرکفتی به انشاءالله امید شیروان امید کرم که بخواهی که هر بشیره او دف لاس کرم کس کرم دم سید بله برای امید آیه تا 22 خب بگیش آده بله سید آده بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقولون ثلاثة رابعهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم به من دونه من ولي ولا يشرك فيه بارك أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا بس بني تبصر في تشادج ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل إني فاعل إني فاعل ما كي سيدنا بالقوتي معنى دي بدل بد إني فاعل تمام فيتو بكي مادة طبيعي تمام إني فاعل أفا خلط تمام إني فاعل يعني ياء نكسر بتنيا بلي بلي برا أمد يا ديدري سؤال ديدريش آيات 46 حتى 49 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا تبارك عبدلي خواب خوينا حركتون حقيقه ونضيه المال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا والباقيات كبجبا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا بلى ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر تماما فلم نغادر منهم احدا بلى ما حسيت كتو المال تو المال بخد بيجي تجبره اي تبري الزبرابه ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ولا تقولن فلم نغادر وإذ قلنا للملائكة فلم نغادر منهم احدا وعرضوا
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا بس هذه كلمه العفوت تشوب بل زعمتم ألن تمام ها شده ألن صحت خوش دمويه بصيره دمويه تاشي استدوي حتى حفديه فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا دي ويدريش كيف فارتدا على دريش أدبت فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ما شاء الله صحتك تخش دم وجبرك طبعا خيرك قال موزنا بس مدد طبيعي قال حركه تشكي هو جهاب تاكل لكن يعني مدد طبيعيه مثلا بس تكي فتحه انت تكي كسره انت تكي ضمه مره واو ادك ضمه يا ادك كسره ان الف ادك فتحه هو شنو ده اون جيب عكسيه تمام صحتك خوش بيدي تقول لك انت مسيطر صحتك خوش قال خير هتبرا امي عمر دريش بي جزاك الله خيرا بله بشك دارك دي يا الله بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تجدد بخيراته. خير هذا. رسمك خب دنيا سينا. جي نوفا مسرور ساقفان كاملة جي من توردا صالس البولة هشتمة. عمر دريش. جلاب خير هذا. سرور. سرور. بله سرور. كرم جا سرور بخورة كم بشيرة. جلاب خيراته. سید آیت ها شازده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو مهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم وذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه ونقلبهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عنهم لوليت منهم لوليت منهم فرارا ولموليت منهم رعبا. تو مسایتر بس زن دلی خواب خوینه دو چگی تجویج بجاگی هم دینی سد همه؟ تمام بلو تو خلا نگی گل مهمه بس دو حرف تیکیلی اینه دلی خواب خوینه جان صحت خوش سوال دوی سیده 27 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتلو ما اوحی ایلیک من کتاب ربک. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سرور واصبر نفسك مع الذين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تمام كم دلي خد أبو خبي جغل ولا تضع من أغفلنا قلبه وقل الحق وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. دبرك وإن يستغيثوا يغاثوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وجوها مجبري وجوه كلمة دي بماء كالمهل دوباره که بخواد آبی تبرت و این استغیث و یغاث کبیج و این استغیث بیج و این استغیث و یغاث بماء كالمهل وجوه بئس يشوي يشوي وجوه بئس للظالمين بئس للظالمين بدلا لا بئس للظالمين وإن استغيث يغاث بماء كالمهل يشوي وجوه بئس للظالمين بدلا. أو جيو هاي بس أنا بئس شتشت بئس الشراب وساء مرتفق. بلى سؤال دي سيدة آية بنجية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَى إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اجبرت تمام كي بوتا وهمي بشكل داريدي درجه سر حركه جي هاي بونو نتت كي ابليس جن اوا كردينا ابليس و جن و فيشي وازيده كي تجويد تجويد كي ما قصه بس وسيده بس حركه و حرف كاس نه بيست يعني بونو نه خلتي تجويد نه ما تجويد نه خوانده بشه تجويد نه داخله تمام بس اواهين خلتت كي يعني خلتي نه تجويد نه بونو نه ابليس تب كي ابليس يا جن تب كي جن تمامه اوه نه خلطی تجویدی نه اما ای تجوید خوانده بود نه خوانده بود وین واقع حرکه آن حرف حرکه و حرف سر درجه نه دایم زن یعنی خلطی سر وان چیسته تنی هی دایم آگه دارد تمام که سهت خوش تمام که وضرب لهم مثلا نه نه
وإذ قلنا ما أنا سيدا سيدا وجود حامي خلاص كر من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا تجاش آيات أضيف ده واضرب له مثلا ديف بئس للظالمين بدلا ديف ده ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ مضلين عضدا ويوم أقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا تمام وراء المجرمون نارا فظنوا أنهم وراء توصل بجي وراء نعم تو بالعكس بجي أو ألفا دي وراء 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 المجرمون وراء المجرمون وراء المجرمون نارا فظنوا أنهم مواقعها لن يجدوا عنها مصرفا لم يجدوا لن يجدوا لن تحرف قلت هلا ولن يجدوا عنها مصرفا صحيح صحيح جزاك الله خيرا خذ التوفيق وتبصر كيف تبي إن شاء الله عمل دريج ب خير هذا السنة دخيلة رمضان كده يباب به بلي بنيران وكاش يدي كرم كن قلب شد دارك يديره بلا كرم كده وعليك السلام ورحمة الله وبركاته خير هذا برأي بارس خوف دنيا سيدي من أيمن مصطفى يونس عمري من 27 سالة وز ما مستمر وتبخانة خربابك يبنرد بجالة بخير هذا برأي من سر جوا مرد أدريش كد إن شاء الله بخير كيف حال بشير أبرا سلام بل آيات السهودوة حتى سوشش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وجعلنا بينهما واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وجعلنا بينهما زرعا بس لبس ضربة سيدة وحففنا من أعناب وتمام كيف واضرب لهم مثلاً تمام مثلاً رجلين تدرس قد عول واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا سيدة يا ديدري أتاتشلونهم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا دس خرسيد بسيارة ديدر آياتان وطدوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا جزاك الله خيرا تعالى خيرات ومعزمتي إن شاء الله صار كفتي في جلد باش بيه بشيك دوري بي برهف بيت كرنجة بشيك دوري بي بلابت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير هاتي؟ جلد خير هاتي عبدان ياسي نوفي من عبد الله ويسي سعيد بولو هاشتي قطب خناشلي قال بخير هذا عبد الله عمر دريجبي ان شاء الله ورا عبد الله دار يا ده كيف هالبجيره اصبر اختي صحه تخش ما هذا جاتو المال تمام يا اخي سيزلي حتى 16 يلا الله سيزلي حتى 16 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صحة خوش. آيات الصحيحة السهوشار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. آيات الصحيحة السهوشار عفوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وكان له إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات الفردوس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخيل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أقل منك مالا وولدا أنا بيفت شوية تجدي أنا وهو يحاوره أنا أكثر تمام وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا آيات حفتي ونهي السيدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يا عبد الله أما السفينة لمساكين فيعلمون
دوباره که بده خواب خوینه اما السفینه تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة لمساكين فكانت لمساكين صحت تخوش اجبر وقتي ما حس كده طب خد رزقي بوتا تمام كده بس وقت نما خد تعال عملي تدريش كده ان شاء الله سر كفتي بي ان شاء الله ما دام تجبرها تجاشتي خير اخوص صحت تخوش خدا خیرات ابی نسی گلاب خیرات سر چه وام؟ دخواست سرکفت نیه بو همی بچ دارد خوازین. دی بس دوباره کین کین بیشتر لحظه که بچه کتی بینیه که او خوشکبرات خوا ما ود خوان نویسنم حس کین و شوی دارن چون کی خوشکبرات گل کم بچه داریا کی پشت اینگی مجال نی نه جارگی امان تأجیل بکین. وقتی مثلا دورات بونو من اکشمه و توی روزه تو بیاکر دورات دی حقیقت ات صوت نیه. دخواست سرکفت نیه بعد خوازین دوباره خودت علی روزی نویسنا نبيجتو همي قبيل كلمتي ما همي قبيل بك ان شاء الله حتى خلق بيت ببن بن شاف دريا خديفه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.